السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله، غادي نحضر معكم سيجار معمرين بشعرية الصينية والخضرة. غادي نشوف الطريقة المقادير. عندي هنايا أنا فايتة حاط دايرة هاد الحشوة هادي، عندي القرعة محكوكة، خزو، المكور، البصلة، الفلفلة حمراء وخضراء، كنشحرهم مع شوية ديال الزيت والملح. عندي هنايا ثلاثة ديال الفص ديال الثوم، كزبر ومعدنوس، نص حامضة مصيرة، كنزيد لها الملحة، غادي نزيد لها معلقة صغيرة عامرة ديال سكنجبير والبزار والفلفلة حمرا ومعلقة صغيرة ديال الخرقوم، ربع كاس ديال الزيت كنطحنهم كاملين. هنا عندي الزيتون مقطع طريفات صغار، غادي نزيد عليه هاد اللقمة اللي درت شرمولة. عندي هنايا واحد المربع ديال الشعرية الصينية قطتها في المطايب، غادي نزيد على هاد الخضرة هادي اللي شحرت، غادي نزيد لها الشرمولة والزيتون، غادي نزيد له صدر ديال الدجاج طايب، كنضيفو كنزيد عليها الشعرية الصينية، اللي بغى الحر يديرو، انا الدراري ما كياكلوش. واحد العلبه ديال الطون صغيره، صافي غادي نخليهم يبردو. عندي هنايا الورقه، انا جبت الورقه الكبيره كنطويها وكنقسمها على جوج، غادي نخبي النص الاخر في نديرو في بلاستيكه بحال هكذا باش ما يضربوش الهواء كينشف. المهم كنغطيوها، كناخدو غير اللي غادي نعمرو. كندير الوجه الحرش هو الفوقاني، كنديرها بشوية ديال الزيت مع شوية ديال الفلفلة الحمراء، كنقادوها مزيان، كنلفوها من هذا باش ما تخرج ليش الحشوة. غادي نخليها حتى لصقه بشويه ديال العجين، ناخذ شويه ديال العجين دقيق مع الماء شويه، كنخليه مطلوق ما يكونش قاسح وكنلصق به. صافي غادي نبقى ماشي بهذه الطريقه حتى غنساليهم كاملين. وغادي ندخلهم الفران يطيبوا، انا كنديرهم على 190 درجه باش كيجيو شويه مقرمشين ما يجيوش من الداخل خضرين. كندهنهم شويه ديال الزيت
وده هو الفيديو ديال اليوم. كنتمنى على الاعجاب ديالكم وكنشكركم بزاف المشاهده والتشجيع ديالكم. الى اللقاء في وصفه اخرى ان شاء الله. مرحبا بكم في قناه مطبخ امينه شمس. ما تنساوش الاشتراك ولايك باش ديما يوصلكم الجديد.